في الأسبوع الأخير من شهر مارس أذار 2015 بدأ مسلسل الحرب التدميرية على مدينة عدن جنوبي اليمن. وكانت خورمكسر أولى ضحايا تلك الحرب وبوابة العبور لميليشيا الإنقلابيين. الحرب التي شنت على عدن كان هدفها هو تدمير عدن، يعني القوات اللي اجت يعني كانت هدفها الرئيسي هو تدمير عدن. طبعا مديريه خورمكسر كانت واجهه للعدوان الحوثي العفاشي، العدوان الهمجي الذي دمر البنيه التحتيه بشكل عام في مديريه خورمكسر ومحافظه عدن. لم تكن خورمكسر شرقي عدن مجرد بوابة عبور فقط لميليشيا الحوثيين وقوات صالح، بل كانت قبل ذلك معقل للتمرد العسكري على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان قد وصل عدن وأعلنها عاصمة مؤقتة لليمن. طبعا هم في بداية الحرب كان هدفهم السيطرة على المناطق الرئيسية والأساسية في عدن، مرورا ابتداء من مطار عدن الدولي، صولبان، منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الى اتجاها الى المعاشيق، مرورا الى المعلة ومقر المنطقة العسكرية الرابعة. كان هدفهم هو السيطرة على هذه المناطق، حيث توهموا انه بسيطرتهم على هذه المناطق الرئيسية أنه عدن ستسقط نهائيا. دخلوا بمعية أو بمساندة أعوان العفاش والموجودين والمتواجدين بشكل عام في مديرية خورمكسر، وتم تسهيل الطريق لهم بطريقة سهلة وبطريقة ضمنت لهم الاستيلاء السريع والمباشر على مديرية خورمكسر. في صباح يوم 19 من مارس لم تكن ميليشيا الحوثيين قد وصلت مدينة عدن، لكن حرب الانقلاب كانت قد بدأت فعليا في المدينة بتمرد عسكري تزعمه قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد الحافظ السقاف، الذي نجح مع قوته المتمردة في السيطرة على مديرية خورمكسر بوابة عدن. المتمرد عبد الحافظ السقاف قام باحتلال المطار، قامت قوة من يعني قوات الأمن الخاصة بالدخول إلى مبنى المجلس المحلي مديرية خورمكسر، وقاموا بالتدمير بالنهب. في تاريخ 26/3 كنا نحن شبه مداومين في المجلس المحلي، فوجئنا بقوات تتقدم إلى عدن، حاول الموظفين الهروب، لم يجدوا مواصلات، لم يجدوا يعني كانت حالة تشتت ذهني لكثير من المواطنين والموظفين. طيلة الأشهر الأربعة ومديرية خورمكسر لم تعرف الأمان، فالميليشيا جعلت منها ميدانا للحرب ومسرحا للجريمة. وهذا المبنى المدمر أول ضحايا تلك الحرب وخير شاهد ودليل على بشاعتها. انطلقت هذه الميليشيات من مطار عدن الدولي ومن صالة التشريفات المقابلة لمبنى السلطة المحلية، مبنى المجلس المحلي، ودخلت وسيطرت على هذا المبنى. المبنى المجلس المحلي يعتبر البوابة الرئيسية والأولى للدفاع عن مديرية خورمكسر،
فكان يعني هدف استراتيجي لقوات الحوثيين وعلي عبد الله صالح في تدمير هذا المبنى. كان مبنى السلطة المحلية لخورمكسر أو ما يسمى بالمجمع الحكومي أحد المواقع الاستراتيجية لحرب الانقلاب، تمركزت فيه ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، ومنه اتخذت ثكنة عسكرية لاستهداف مديريتي المنصورة والشيخ عثمان. قامت يعني الميليشيات الحوثي بالدخول إلى بعض المكاتب وخاصة في مكتب المالية بالمديرية، وقامت يعني العبث بجميع الممتلكات والسجلات الخاصة، وكذلك الدخول إلى قسم الارشيف في يعني مكتب الوحدة الحسابية بالمديرية، وتحويل جميع الملفات فيه يعني إلى الأرض، وقامت يعني بتمزيق بعض يعني الملفات الخاصة بالحسابات الختامية. في وثائق احترقت وفي وثائق تناثرت، ولكن أول ما دخلنا عملنا على حفظ كثير من الوثائق المهمة التي هي بالحاجة، وشكلنا لجان لهذا القرض، واستطعنا فعلا أن نحفظ الأرشيف الرئيسي لمديرية خورمكسر. لم يقدر لحرب عدن أن تضع أوزارها سريعاً، بل توسعت دائرة المعارك وتزايدت أعمال العنف الممارس من قبل ميليشيا الإنقلابيين، وأصبح مبنى المجمع الحكومي في خورمكسر يشكل خطراً على حياة المدنيين وعلى الأحياء السكنية، بعد أن جعلت الميليشيا منهم أهدافاً للقتل والاستهداف. المبنى استخدم للتموين، استخدم يعني لتزويدهم بالعتاد والسلاح، استخدموا في هذه الفترة. وعندما خرجوا منه، عندما اشتدت في قبل أيام التحرير، تم قصف المبنى من قبلهم. ميليشيات الحوثي وعفاش كانت تستخدم مبنى المجلس المحلي كقيادة لإدارة العمليات التي تحصل في مديرية خورمكسر، بالتنسيق مع القيادة الموجودة في معسكر بدر، وبالتالي كان في هناك يتم اتخاذ قرارات منسقة ما بين القيادة الحوثية الموجودة في مديرية خورمكسر وما بين القيادة الموجودة في معسكر بدر. بمعنى آخر، تم اتخاذ مجلس المحلي كقيادة لإدارة العمليات العسكرية ضد محافظات عدن وما فيها. المبنى استخدم بشكل رئيسي في أعمال القنص، يعني حتى كان يقنصوا حتى الأطفال الهاربين من خورمكسر المدنيين أو من كريتر، كان يتم قنصهم من هذا المبنى، وكثير من أرواح المدنيين فقدت أو استشهد الكثيرين في هذا الخط. استخدموا كل شيء، كل المباني المرتفعة التي سيطروا عليها استخدموها للقنص، واستخدموها لأسلحتهم، ويعني نحن رأينا كل أي مبنى مرتفع كان يعتليه القناصة. ويعني هذه المنطقة يعني هناك أسر كما أتذكر ظلت محتجزة في هذا المباني أو المساكن المجاورة لنا. أيضا سيطروا على العمارات الأخرى في المثلث أو تقاطع العريش، عمارة المرتفعة. كان الدمار في خورمكسر دمارا كبيرا وواسعا وعميقا، نتيجة الأهمية التي تكتسبها مديرية خورمكسر، سواء كانت أهمية عسكرية أو أهمية تجارية. فوجئنا حتى أثناء بعد التحرير أنه وجدنا قذائف الهاون موجودة، شبه يعني موجودة فوق المبنى، كانت تستخدم لضرب مناطق رئيسية ومناطق مدنية يقطنها ساكنون المدنيون بضرب قذائف الهاون. يعني في أثناء الحرب أعتقد يمكن في منتصفها ضرب حارتي بقذائف الهاون، يمكن 10 قذائف متتالية ذهبت ضحيتها أسرة كاملة. أنا كنت من ضمن، ربما كنت بكون واحد من الشهداء لولا أنه كان الفارق بيني وبين الموت جدار عازل، هو اللي نقدنا
ولا أكثر المناطق اللي عندنا إحنا في المندارة ضربت بقذائف الهون بشكل شبه يومي. وأمام عجزها عن السيطرة على عدن، استماتت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في الحرب وفرضت حصاراً على المدينة وسكانها، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في أساسيات الحياة اليومية، ومعه تدهورت الأوضاع المعيشية على نحو كارثي. هذه الميليشيات لا تعرف لغة غير لغة العنف والإرهاب والسيطرة والتحكم في الناس. الحوثيين حاولوا أنه قاموا بإغلاق نحن نسميها منافذ عدن، أغلقوا منفذ العلم، نقطة العلم ومنطقة الفيوش، يعني حتى المواد الغذائية كانوا يمنعوها، أو إذا مثلا معك مواد غذائية نزلوها من البابور من الباص أو من سيارتك يقول لك ممنوع تدخلها. يعني تخيل أنه سعر الكيلو البطاط وصل أيام الحرب إلى 1500 إلى 2000، هذا إذا وجدته، هذا غير المواد الغذائية. المياه حاولوا أثناء الحرب تسميمها، هذه قصة حقيقية، يعني حاولوا تسميم مياه واضطر المواطنون إلى عدم شرب المياه ليومين ثلاث أيام إلا بعد ما تم تلافي هذه المشكلة اللي عملوها الحوثيين، اللي هو تسميم مياه الشرب في المناطق اللي كانت محررة، عادها مش محتلة من قبل الحوثيين. حاصروا حتى من أن نقبر شهداءنا، يعني في فترة من الفترات نحن عندنا في خور مكسر 37 شهيد لم نتمكن من إخراجهم لكي نقبرهم، وقبرناهم في حوش كلية الطب والمقبرة موجودة وشاهدها العيان. الذي حصل من قبل الحوثيين وعفاش شيء يندى له الجبين، حصلت كثير من الجرائم في كافة المجالات، تم قتل الأطفال، تم قتل النساء، تم قتل الرجال المسالمين في بيوتهم، تم استهداف كل ما هو حي على أرض مديرية خور مكسر وعلى المحافظات حتى كلها اللي تم احتلالها من قبل عفاش. تم نهب كثير من المنازل، تدمير الكثير من المؤسسات. ومع كل جريمة ترتكبها كانت ميليشيا الإنقلابيين تعرض نفسها للاستهداف المباشر من قبل طيران التحالف العربي، وكان المجلس المحلي في خور مكسر واحدا من تلك الأهداف. خور مكسر يعني قدمت أكثر من 200 شهيد وأكثر من 500 جريح، فيها نساء وفيها أطفال وفيها مختلين، بعض المختلين عقليا لم يسلم من هذه الميليشيات يعني إلا وتعرض للقنص، وأيضا المباني الحكومية والمرافق الحكومية. بعد تدخل القوات التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج، تم مهاجمة الحوثيين في هذا الموقع بمعية المقاومة الشعبية في مديرية خور مكسر، واستطاعوا بعد جهد جهيد أن يحرروا هذا الموقع ودحرهم إلى أماكن أخرى. آثار كارثية تركتها الميليشيا في خور مكسر وفي مجمعها الحكومي الذي تعرض لأكثر من عملية استهداف، وانتهى الحال به إلى هذا الدمار. كما تشاهد أمامك المبنى، ثلثي المبنى تم تدميره نهائيا، يعني غير صالح للعمل. باقي جزء اللي هو ثلث المبنى يعتبر شبه مهدم، يعني غير صالح للعمل. مع ذلك نحن نداوم من بعد الحرب إلى حد الآن، ونحن ما زلنا نداوم في المبنى، ليس يعني لشيء، إنما لأنها ملزمين أو لأن إحنا لمصلحة العمل، لمصلحة المواطن، نحن ما زلنا نداوم في هذا المبنى.
أصرينا على أن نخلق حياة من تحت الدمار، رفعنا الركام، باشرنا بعد الحرب مباشرة، وعملنا من هذا المكان مع كل الخيرين والشرفاء من أبناء خور مكسر والمقاومة الشريفة فيها. تم تدمير المبنى بنسبة 95%، لم يتبقى في المبنى سوى 3 غرف يتم النشاط أو يتم الأعمال في هذه الغرف، غرفة للمدير العام رئيس المجلس المحلي وغرفتين للدائرة المالية ودائرة الأشغال لدار العمل للأشغال العامة والطرق. ما عدا ذلك نستطيع القول أن المبنى تم تدميره بنسبة كبيرة جداً ولا يصلح في الوقت الحاضر للعمل فيه، بل نستطيع القول أنه المبنى ممكن أن ينهار في أي لحظة من اللحظات رغم تطمينات المهندسين الذين نزلوا من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق. ثلاثة غرف فقط، كل ما تبقى من هذا المجمع الحكومي الذي كان يحتوي على أكثر من 100 غرفة، ولم يعد يداوم فيه سوى مكتبا واحدا من 30 مكتبا. هذا المبنى كان يخدم مديرية خور مكسر، تتواجد فيه جميع المكاتب التنفيذية من مكتب التربية والتعليم، مكتب الصحة، الرعاية الاجتماعية، الثقافة، السياحة، الشؤون القانونية، كل المكتب التنفيذي. اضطرينا أن نرتب أوضاع المكاتب أغلبها خارج هذا المبنى، مكتب التربية والمكاتب الأخرى. احتفظنا بعدة مكاتب موجودة ذات الحاجة الملحة الخدمية للمديرية. كما تشاهدون تعرض المبنى إلى دمار كبير جدا، كانت عدد الغرف الموجود فيه تقريبا أكثر من 100 غرفة تم تدميرها بشكل كامل، لم يتبقى سوى 3 غرف أو 4 غرف، وهذه 3 أو 4 غرف في الوقت الحاضر يتم العمل فيها من قبل بعض المكاتب التنفيذية في هذه المديرية. عدد المكاتب التنفيذية في مديرية خور مكسر الذين كانوا متواجدين في هذه المديرية ويباشرون أعمالهم منها حوالي 30 مكتبا تنفيذيا، وعدد الموظفين الموجودين أيضا في الديوان يبلغ أكثر من 600 موظف. في الوقت الحاضر لا يعني أغلب الموظفين حوالي 90% من الموظفين لا يوجد لديهم مكاتب، وبالتالي قابعون في منازلهم في الوقت الحاضر ولا يباشرون أعمالهم إلا عندما تكون هناك مهمات يعني مهمة ويتم استدعائهم من منازلهم إلى هذا الموقع. ما إن انتصف شهر يوليو من عام 2015 إلا وكانت ميليشيا الإنقلابيين تلفظ أنفاسها الأخيرة في عدن، وكانت خور مكسر بوابة لهروب من تبقى من المقاتلين.